خلينا نخرج لناشئات الباسكت في النادي الاهلي مواليد 2010 عمل فيديو تدريبات في المنزل، خلينا نتفرج عليهم وترجعوا لنا مره ثانيه. نجمتنا في كرة السلة في ناشئات 2010 مواليد 2010 يعني بيعملوا فيديو من البيت علشان الأهالي، خلي بالكم اللي بعتوا الفيديو ده بعته لنا مخصوص واحنا لازم نعرضه علشان لازم نسبورت كل الرياضيين في النادي الأهلي، واكيد ولادنا عايزين يلعبوا لكن الظروف اللي احنا فيها اكيد في تدريبات منزلية، واكيد النهارده معانا حد مهم هنعرفه في اخر النهارده الأسئلة عند اول في اخر الاخبار عندنا هنعرفه، لان هو دكتور مهم جدا هيتكلم معانا ازاي يقدروا اللعيبه تتمرن داخل البيوت وتعمل ايه بالظبط. فقره مهمه جدا وفقره حواريه مهمه جدا النهارده معانا.